شكر الكبير جماهير وأعضاء النادي الأهلي، الناس الحقيقة الداعمين للنادي الأهلي. الحقيقة يمكن عايز في حلم، وفي الحلم اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو هدف النادي الأهلي بجماهيره وبأعضائه وبكل منتمين ليه، هو استاد الأهلي. الحلم إن شاء الله موجود، وإحنا بنسعى كلنا إن إحنا إزاي يعني نقرب هذا الحلم إن شاء الله.